وفيها بصل وفيها ثوم وفيها ملح وفيها فلفل وفيها كمان كمون وكزبره خضراء، وقدمناها شايفين على بقدونس وبالطريقه اللي انتوا هتعجبوا، وعملناها قدامكم طبيعيه جدا ما فيهاش مشكله. كمان ممكن زي ما قلنا نخزنها في الفريزر ونطلعها ساعه رمضان قبل الفطار بشويه كده نعملها تبقى حلوه قوي. هنعمل دلوقتي طاجن سمك، وامبارح قلت لكم ان في ناس كتير قوي ما تحبش تاكل اسماك في رمضان، عشان كده قلنا نكثف موضوع الاسماك شويه قبل رمضان لعشاق السمك. طاجن السمك ده عباره عن نص كيلو مكرونه مقصوصه مسلوقه، ونص كوبايه زيتون اخضر مخلي، وبصلايه، وكوبايه من الفلفل الالوان احمر واصفر واخضر، ومعلقه كبيره من الهوت صوص اللي هو الصوص الحامي، وكمان نص كوبايه صلصه طماطم، وكوبايتين من عصير الطماطم، ومعلقه بهارات وفصين ثوم ورشه شطه، ونص كيلو سمك، واخيرا عندنا كوبايه ونص من الجبنه الشيدر المبشوره، كوبايه ونص من الجبنه الشيدر المبشوره. يبقى عندي كده تاني المقادير، نص كيلو من المكرونه المقصوصه دي مسلوقه عادي، ممكن تكون اصغر من كده، ممكن تكون اصغر من كده. عندي كمان نص كوبايه من الزيتون الاخضر المخلي، وكمان عندنا بصلايه، وكوبايه من الفلفل الالوان، ومعلقه كبيره من الهوت صوص. ما عندناش هوت صوص، ممكن نحط معلقه خل وشويه شطه مع صلصه الطماطم عادي جدا. كمان عندي نص كوبايه من صلصه الطماطم، وكوبايتين من عصير الطماطم، ومعلقه من البهارات، وفصين ثوم ورشه شطه، ونص كيلو سمك مكعبات، وكمان كوبايه ونص من الجبنه الشيدر المبشوره. طب سؤال، شيف يسري، ينفع نحط، خليني احطهم في بوله واحده، يعني ينفع نحط مكان السمك حاجة تانية؟ ممكن يبقى بلح بحر، ممكن يبقى جندفلي، ممكن يبقى جمبري، ممكن يبقى أي نوع من الحاجة، كابوريا، ممكن اللي أنتوا بتحبوه من الأسماك، اللي أنتوا بتحبوه من الأسماك. أول حاجة بقى هناخد هنا شوية زيت صغيرين، لأن السمك ده من الحاجات الحساسة، لو أنا عملت مع بعضه يعني قدمناه كده وخلصنا مع بعض وسوينا هتلاقوا اتهرى، فأنا هقوم واخده كده بسرعة، حاطط عليه شويه من الشطه صغيرين اهو، وشويه من الكمون، وكمان شويه ملح، ونشوحه تشويحه عشان ما يتهريش معايا اهو، وناخده في معلقه الزيت نشوحه تشويحه علشان خاطر نبقى كده ضمننا ان السمك بتاعنا ما يتهريش. كمون اهو، كمون وملح وفلفل وشطه. يا ام جنة، يا اهلا بحضرتك، صباح الفل عليك يا شيخ، صباح الجمال، كل سنه وحضرتك طيب، وحضرتك طيبه وكل مشاهدينا بخير يا رب، ربنا يخليك يا شيف على العزيزيه، انا عملتها الجنة وبتذكر حضرتك بالهنا والشفا، بالهنا والشفا، ده عشان انت اللي عملتيها، ربنا يخليك يا شيف، ده احنا طبعا سلام حضرتك يا شيف، يا رب يخليكي. طب الحمد لله، يعني الاسره كلها اتبسطت منها؟ جميله جدا، تسلم ايدك يا سيدي. طب الحمد لله. انا بقى ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. انا كنت عايزه طريقه اللبن المكثف، وكنت عايزه اعمل تورته الجنه. قلت ايه؟ والتورته الجنه. عايزه تعملي تورته الجنه؟ حاضر، هقول لك على تورته سهله قوي تعمليها، حاضر، من عينيا، من عينيا. طب هقول لك على فكره، بكره انا هعمل كيك شوكولاته سهله قوي، سهله قوي، ومقاديره سهله جدا، وهنبقى محشي حاجه بس مالناش دعوه بالحشوه، احنا هنقول على كيك الشوكولاته بكره، اتفرجي على الحلقه. والنهارده هنعمل كيكه سهله برضو خالص، جزر بالخلاط، يعني هتبقى معموله في الخلاط كلها زي كيكه الخلاط اللي احنا بنعملها العاديه جدا. بعد ما حطينا، شايفين السمك اهو، حطيته هنا وشوحته عشان ما يتهريش، لان ده لو حطيته مع الصوص وقعدت اقلب هتلاقوه السمك ده اتفرم، فانا عايزه يفضل قطع كده عشان احس بطعم القطع دي لما اجي اكل. هنقلها هنا وندي نقطه زيت ثانيه وننقلها كده علشان خاطر ايه، دي هنستعملها ان احنا هنستعمل الاثنين، ما تقلقوش. هات لي طبق يا احمد من فضلك، وهنيجي هنا ثاني ناخد بقى كل الخضروات بتاعتي، معلقه زيت واحده، يبقى احنا خدنا كام معلقه زيت؟ خدنا هنا واحده وخدنا هنا واحده، وبعدين البصل مكعبات اهو، شايفينه مكعبات صغيره يعني، بس مش مفروم، مش مطحون يعني، والفلفل الالوان، ونقلب كل ده كده مع بعضه
ما تعملوش زي ما انا بعمل، عشان خاطر انتم ممكن الحاجه دي تتدلق معاكم، لكن انا بعملها لان انا بقالي سنين بعمل الحركه دي. يعني انتوا تقلبوا بمعلقه خشب زي دي كده اهو، لكن ما تعملوش الحركه دي. انا ما اعرفش غصب عني، لا بلاقي ايدي بتعملها يعني. جميل. بعد ما هنقلب كده شايفين هيدبل مع بعضه، هيدبل لازم نسيبه يدبل مع بعض شويه. عندي هنا السمك استوى اهو اهو، والقطع زي ما هو، ده المطلوب ان هي تبقى بالشكل القطع ده. هنيجي هنا نعمل ايه بقى؟ هنيجي نعمل صوص الطماطم. نحط الزيتون، الثوم نقطه في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها السمك، اه في نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها السمك. جميل. وبعدين هتتشوح معايا شويه، ممكن اغير الاماكن مفيش مشكله، اقلل التقليبه برده كده عشان ما ننساهاش. شوفوا بقى البخار المتصاعد ده اللي بيطلع ده بيخلي الخضار بتاعي يستوي، بس في نفس الوقت طول ما انا بقلب كده ما بيتحرقش. وبعدين التوم اهو، هنقوم حاطين عليه الكمون ورشه الشطه اللي انا قلت عليها، ونقلب تقليبه كمان، وبعدين نطفيه بالهوت صوص، وبعدين نحط عليه صلصه الطماطم. يا استاذه ريهام. هيا شيف. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا شيف، دي تاني مره اشارك مع حضرتك النهارده، والف الشكر للناس اللي ردت على التليفون. ربنا يخليكي. لا لا ازاي بس، احنا تحت امركم. الله، شكرا قوي يا شيف. لو سمحت يا شيف، انا عايزه طريقه كيكه البرتقال، لان انا عملتها وما طلعتش الصراحه ناجحه معايا. لا حاضر، من عينيا حاضر. هي طلعت مشققه يا شيف من فوق، ما استوتش كويس. طب يبقى العيب في الفرن يا فندم. انا معايا فرن الكهرباء يا فرن كويس. لا مش لا مش شرط، مش شرط يكون العيب في الفرن، يعني معنى كده ان العيب فيه عيب، لا العيب في التسويه. يعني حضرتك اكيد النار كانت عاليه فطلعت ارتفعت، وبعد كده قمت انت مطلعاها بره قامت هابطه معاكي، حصل كده ولا لا؟ يا شيف انا لا لا يا شيف، انا ظابطه على 180 اه، وبس وكمان مشققه من فوق يا شيف، هي خدت مش... وقتها خدت. طيب انا ظبطتها على 180 الفرن، بس ما عرفتش طلعت مشققه ليه كمان معايا. لا المشققه دي ما فيهاش مشكله خالص، ده نجاح للتورتايه. اه طب ماشي. طب ممكن تقولي بس طريقه كيكه برتقال تكون حلوه؟ حاضر، من عينيا حاضر، من عينيا حاضر. هنرجع تاني للصوص بتاعنا ده. الصوص بتاعنا ده عباره عن ايه؟ عبارة عن فصين التوم شوحناهم كده دبلوا شوية، قمت نازل عليه بالكمون والشطة والهوت صوص طفي بيه، وبعد كده صلصة الطماطم والطماطم، وهنسيبه يغلي مع بعضه. طب الخضار بتاعك يا شيف يسري دلوقتي استوى؟ اه كده استوى. نعمل ايه بقى؟ انتوا عارفين انا بحب اشتغل على حاجتين، يعني الاتنين يبقوا بيسووا معايا. ناخد جزء من صوص الطماطم ده عشان بسرعة يتكاثف معايا ويديني الخليط اللي انا عايزه على الخضار اهو، والجزء التاني زي ما هو. تاني هذكركم، خدنا جزء حوالي كوبايه على الخليط بتاعنا اللي فيه الخضروات، وده زي ما هو. طب اللي زي ما هو ده هنعمل فيه ايه؟ احنا مع بعض واحده واحده هنشوف. شويه ملح صغيرين، لو عايزين طبعا تحطوا شويه سكر صغيرين اهم عليه. ليه بقى؟ شويه السكر الصغيرين دول بيفرق جامد جدا في القصه بتاعت حموضه الطماطم، ده موضوع علمي بحت. فشويه سكر وخلاص على صلصه الطماطم، اي صلصه طماطم بعملها نحط شويه سكر عشان ما نخشش في موضوع بقى ايه حاجات علميه، احنا ساعات مش ما بحبش افتي في الحاجات العلميه دي. جميل. بصوا بقى، احنا قسمنا الصوص بتاعنا جزئين، جزء حطيته على الخضروات وجزء حطيته على لوحده، فهناخد اللي عليه الخضروات ده نضيف عليه السمك. بصوا بقى الجمال، بصوا الطعامه، وما نقلبش كتير بقى، هي تقليبه واحده كده عشان ما يتهريش معايا السمك تاني. رجعته تاني لقصه ان انا مش عايز السمك يتهري، يا دوب شوحته. جميل. وبعدين ناخد معانا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا محمد بيه، ازي حضرتك؟ عامل ايه يا فندم؟ انا بخير والله، لما بسمع صوتكم يا محمد بيه. دلوقتي اهو يا فندم، انا كنت عاوز اعرف طريقه الكفته اللي انت عاملها وايه نوعها. حاضر، من عينيا من عينيا حاضر. حاجه تانيه؟ لا بس انا عاوز دلوقتي يا فندم الكفته اللي انت عاملها دلوقتي حالا. البصله بيضة لسه نيه؟ البصله نيه. البصله نيه اللي انت عاملها. وغير كده الطريقه بتاعت الكفته مش كويسه. مش ايه يا فندم؟ مش كويسه. ليه حضرتك ايه عرضك؟ انا راجل شيف، انا راجل شيف زيك. طب يا حبيبي انا قلت مش كفته زي بتاعت الحاتي، انا قلت دي كفته. لا
بالنعناع وبالكزبره و لا لا ما تحطش عليها النعناع يا فندم. ليه يا فندم؟ انا مش سامع حضرتك كويس. الو يا استاذ محمد. لا خليه خادي عادي نسمع بس لو يا استاذ محمد حاول تكلمنا تاني عشان افهم بس وجهه نظره ان شاء الله. هو اكيد شغال كبابجي او حاجه فهم بيعملوا الكفته بطريقه تانية خالص. هو تخيل ان دي كفته حاتي. لا ده مش كفته حاتي يا استاذ محمد. الكفته دي اسمها كفته ايراني محطوط فيها كزبره خضراء ومحطوط فيها نعناع ومحطوط فيها بقدونس وكزبره ناعمه وكمون وحاجات كده غير الكفته بتاعتنا خالص. وانا في البدايه قلت مش الكفته بتاعتنا خالص. فيا ريت اعرف بس وجهه نظره ايه. اتمنى يعني. وبعموم بشكرك يا استاذ محمد. انا حطينا هنا المكرونه هنحط عليها الصوص بتاعنا اللي احنا كنا قلبناه شويه اهو. بصوا بقى في ملحوظه. نعم يا ريت والله يعرف نعرف بس وجهه نظره. معلش لو كلمنا تاني يا ريت. طيب هنا اهو يا استاذ محمد. يا استاذ محمد حاول تكلمنا تاني عشان انا نفسي اعرف وجهه نظره ايه. والله يعني احنا هنا يعني موجودين عشان حضراتكم. انا حطيت الزيتون هنا على المكرونه على نص كمية الصلصة فاكرينها اللي احنا قسمناها مع الخليط بتاعنا التاني على النار تسبك خالص اهو بقى سميك. وهناخد كده بالراحة هنا. طيب يعني انا بس نفسي افهم وجهة نظر استاذ محمد عارف ليه؟ لان انا طبعا ممكن يكون حد شغال في مطعم اسماك دلوقتي ويشوف المكرونة انا عاملها بالسفود دي يقول لي لا ده طريقتها مختلفة. ما هو وجهة نظره كده. ايه المشكلة يعني؟ احنا كل اللي احنا بنعمله في البرنامج جديد بتشوفوه لأول مرة. لو كان مش كله طبعا حاجات بتيجي بتبقى بناء على طلباتكم. لو كان الموضوع يعني الحاجات اللي احنا معتادين عليها يبقى احنا خلاص كل الشيفات الموجودين على كل القنوات ما لهمش لازمة خالص. لكن احنا لازم نقدم جديد فكرة جديدة بطريقة جديدة. الخليط وبرضه انا مستنيه يكلمني والله. اهو حطيت طبقه من المكرونه اللي انا قلبت عليها صلصه الطماطم والزيتون وبعدين طبقه السمك مع الخضروات في النص. بصوا بقى الشكل جميل. كل الكميه كل الكميه. وبعدين بعد ما خلصنا كده نفردها. طاجن سيفود جديد اول مره بتشوفوه. او اهو بكرر تاني اهو لاول مره بتشوفوها عشان احنا دايما عندنا الجديد عندنا الحاجه اللي دايما هتشوفوها هنا بس حصريا زي ما بيقولوا. وبعدين طبقه المكرونه تاني اللي كان عليها الصوص والزيتون نفضها كده ونفرد بالراحه اهو. بعد ما فردنا خالص هنجيب كوبايه ونص من الجبنه الشيدر المبشوره ونحطها على الوش وندخلها تحت الشوايه لمده 3 4 دقائق مش اكتر. ليه؟ عايز الجبنه تسيح. شيف يسري ممكن نحط جبنه موتزاريلا ده حاجه ترجع لكم بقى. اي نوع جبنه انتم عايزين. جبنه رومي ما فيش مشكله. جبنه موتزاريلا جبنه جوده جبنه شيدر اللي انتم شايفينه او الجبنه المتاحه عندكم حطوها. هناخد كده بقى على الوش الجبنه كده نغرق. واستمتعوا معانا بالطاجن ده. حاجه كده اختراع اختراع. جميل اهو. حلو جميل اهو. بعد ما خلصنا ده هناخد كده كل ده نشيله وندخله تحت الشوايه وهنروح نعمل الحلو بتاعنا على طول. بصوا بقى الجبنه عامله ازاي. يا دوب تسيح وممكن تاخد لون او ما تاخدش بس تسيح معايا الجبنه شويه وربنا يسهل ما اغرش منها وابوظها. بس انا حاسس ان انا هغرب برضو. هنحطها كده تحت الشوايه اهي. نشغل الشوايه ونسيبها ونوريها لكم دلوقتي. هنمسح بس مكاننا ونغسل ايدينا عشان هنعمل حلو. الحلو بتاعنا سهل قوي قوي قوي. ممكن نجيب ال نعم مين معانا؟ يا ام رامي. الو ازيك يا شيف؟ ازاي حضرتك؟ انا ام رامي معاك. ازيك يا مبدع؟ الله يكرمك يا ام رامي ربنا يعزك. عامل ايه؟ انا بخير لما بسمع صوتكم. والله احنا مبسوطين خالص ان احنا شايفينك على طول قدامنا. يا رب يبارك في عمرك يا ام رامي. ربنا ما يحرمنا منك ابدا. يا رب يخليكي لي يا ام رامي يا رب. ربنا يكرمك يا ريس. الله يكرمك. بقول لك يا شيف امريني. ربنا يخليك ما امرش عليك عدو. انا عايزه بس يعني طريقه بطايه حلوه كده هو تعملها اول يوم رمضان. حاضر من عينيا. وعايزه حاجه تاني معلش بتقل عليك.
عايزه نمره حضرتك. طب انا هحاول حضرتك بالكنترول يديكوا الرقم وانا تحت امرك، مفيش مشكله يا ام رامي. وهقول لك على بطايه، في بطايه اسمها مشهورين بيها قوي البورسعيديه والضميطه، اسمها البط المرته. البط المرته ده طعمه حلو قوي، هقول لك على طريقته. واحنا بنقول على مكونات، عايز سكينه يا احمد من فضلك، كيكه